الحلقة 33 في تفسير جزء عامة والثانية في سورة الغاشية. المستوى الثاني في سورة الغاشية. مهما كان نزولها مكية نزلت بعد سورة الذاريات. ترتيبها 88، عدد آياتها 26، عدد كلماتها 92، عدد حروفها 378. الآية الأولى فيها سؤال: ما الدليل على أن تفسير الغاشية القيامة والنار لأنهما يغشيان الناس بالأهوال؟ وما الدليل على خطأ من فسرها بالنار فقط زي سعيد بن جبير، ومن فسرها بالقيامة فقط زي ابن عباس وقتادة؟ الدليل على تفسيرنا وخطأ غيرنا واحد: لا دليل على تخصيص القيامة والنار واللفظ يحتملهم. اثنين: السياق يؤيد العموم، فبدأ بالكلام على النار يبقى الغاشية عن النار، ثم تلاه بالكلام على أدلة البعث والنشور يبقى الكلام على البعث والنشور، يبقى السياق في الاثنين يبقى الاثنين محتملين والاثنين وردين. ثلاثة: ابن جرير ده ترجيح بيقول: والصواب من القول أن يقال أن الله قال لنبيه الغاشية ولم يخبرنا أنه عنا غاشية القيامة ولا عنا غاشية النار، وكلتهما غاشية. طيب الآية الأولى فيها سؤالتين: ما المراد، ما الرد على المفسرين الذين حملوا وجوه يومئذ خاشعة على الرهبان وإن هم عاملة النصيبة في الدنيا مش في الآخرة؟ هنقول هذا كلام خطأ. ليه؟ أولا الأثر اللي ورد اللي هم بيستدلوا بيه عن ابن عمر إن ده في الرهبان، ده أثر في انقطاع وضعيف، وافتراض انه صحيح ده مش معناه ان ده تفسير الآية، ده معناه ان الراهب ده يوم القيامة وعيعيط، يبقى عيط في الدنيا وعيط كمان في الآخرة، ويبكي في الدنيا ويبكي كمان في الآخرة، فده تفسير قياسي، يعني الراهب ده كافر وعيطبق عليه الكلام ده كله. تالت حاجة: سياق الآية تدل ان العمل الذي يعمله الكافر يكون في النار مش في الدنيا، عاملة الناصبة تصلى نارا حامية. طيب رابع حاجة، استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على التفسير بتاعنا ده بسبعة أدلة، منها إن هذا استعمال القرآن معاقبة الوجوه، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وقال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. طيب الآية ثلاثة فيها سؤال: ما الرد على من قال إن الآخرة ليس فيها عمل؟ أولا سياق الآيات يدل على أن هذا العمل الذي يفعله الكافر يكون في النار لا في الدنيا. ثانيا هذا الادعاء لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، ده استنباط عقل واحد استنبطه والناس تناقلته. ثلاثة هذا الادعاء منافي لما جاء في التفسير عن السلف، فورد ذلك عن التفسير بتاعنا ان هي عاملة في النار عن ابن عباس والحسن وقتادة وابن زيد. طب ما الرد على ابن زيد الذي قال آنية يعني حاضرة، يسقون من عين آنية يعني حاضرة، والرد على مجاهد اللي فسر آنية يعني بلغت إناها وحان شربها؟ هنقول هذه تفسير فيها الآيات الأخرى التي وصفت المية ديت إنها مياه عذاب وإنها الحميم. تاني حاجة تفسيرنا وتفسير ابن عباس والحسن والمجاهد والقتادة وكبار المفسرين عين آنية يعني عين شديدة الحرارة تشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. الآية الستة فيها سؤال: كيف نحل التعارض بين ليس لهم طعام إلا من ضريع ولا طعام إلا من غسلين؟ عنقول ما فيش منافاة لأن العذاب ألوان، ففي وقت معين لا طعام إلا من غسلين، وفي وقت لا طعام إلا من ضريع، وفي وقت الطعام من كل شيء، طعام من كل الاتنين دول وأكتر كمان والزقوم. وتاني حاجة المعذبون طبقات، فناس عملت ذنوب طعامهم الزقوم فقط، وناس عملت ذنوب طعامهم الغسلين فقط، وناس ضريع فقط، ومنهم ناس طعامهم كل دول حسب المعذب. طيب
الآية 12 فيها سؤال، ربنا بيقول فيها عين جارية، فواحد يفهم ان عين يعني عين واحدة بس اللي في الجنة بحالها. وفي آية تانية ان المتقين في جنات وعيون، عيون ياما. هنقول المراد بالعين في الآية الأولى اسم جنس يشمل كل العيون، مثل كلمة نهر تشمل الأنهار، وربنا بيقول إن المتقين في جنات ونهر. واحد يقول ده نهر، واحد يقول لأ ده اسم جنس يشمل الأنهار، بدليل قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن. طيب الآية رقم 17، ما العجيب في خلق الإبل؟ أول حاجة عظم جثتها وشدة قوتها، ومع ذلك يخذها كل صغير وكبير ورجل وامرأة، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. تاني حاجة صبرها على الجوع والعطش حتى أنها تمكث شهور بدون ماء. طيب ليه بتصبر على الجوع والعطش؟ لأنه أول حاجة لا، الجمل لا يعرق إلا إذا تجاوزت درجة الحرارة 41، أما في المساء فإن الجمل يتخلص من الحرارة التي اختزنها عن طريق الإشعاع إلى الهواء والليل البارد دون أن يفقد قطرة ماء، وهذه الآلية وحدها توفر للجمل 5 لترات ماء. أما الإنسان فينهار إذا ارتفعت درجة حرارته عن 37 أو قلت. تاني حاجة لا يتنفس من فمه ولا يلهث مهما اشتد الحر أو استبد به العطش، وذلك يتجنب تبخر الماء من هذا السبيل. تالت حاجة جسم الجمل مغطى بشعر كثيف، وهذا الشعر يقوم بعزله عن حرارة ويمنعها من الوصول للجلد تحته فما بتعرقش. رابع حاجة إن الجمل بينتج ذاتيا الماء من الشحوم الموجودة في سنامه بطريقة كيماوية عجيبة جدا، فيخزن دهون كثيرة. فالخروف مثلا بيخزن 11 كيلو من الدهن في قليته وجسمه، الجمل لوحده بيخزن 120 كيلو. أول ما المية تقف ما يلاقيش مية يحول الدهون دي لماء وطاقة وثاني أكسيد الكربون، ولهذا يستطيع الجمل أن يقضي حوالي 1.5 شهر بدون ماء يشربه. السبب السادس ان كلية الجمل قادرة على تنقية الماء المالح واخراج تلك الاملاح في بول شديد التركيز بعد ان تستعيد معظم ما فيها من مواد لتردها الى الدم. لذلك بول الابل ده غير اي بول، بول الابل ده الكلية بيبقى حاطة فيه كمية املاح جامدة جدا وبيستخدم للشفاء. تالت نقطة، تالت عجيبة من عجائب الجمل، إن رعيها لكل ما يتيسر من أشواك التي لا يرعاها سائر البهائم. رابع عجيبة إن فيها دفء ومنافع، ومنها تأكلون من ألبانها وتشربون من أوبارها، وتلبسون من أوبارها تلبسون من ألبانها تشربون. خامس عجيبة، الأذنان صغيرتان قليلة البروز، فضلا عن أن الشعر يغطيها من كل جانب ليقيها الرمل التي تحملها الرياح. وكما لها أن قدرة تثني الودان بتاعتها للأمام والخلف. العجيبة الستة، من خران الجمل يتخذان شكلا شقين ضيقين محاطين بالشعر وحافتهما لحمايته من الرمال. سابع حاجة، عين الجمل رموش ذات طبقتين لعينين، مش رمش واحد الاثنين، مثل الفخ بحيث تدخل الواحدة الى الاخرى، وبهذا فانه يستطيع ان يحمي عينيه ويمنع دخول الرمال فيها. 8، قوائم الجمل طويلة حيث كما انه تساعده على اتساع الخطوة وخفة الحركة، وتتحصل أقدام الجمل بخفة بخفه، والخف يغلفه جلد سمين غليظ يضم وسادة عريضة لينة تتسع عندما يدوس على الأرض، فيستطيع السير فوق أكثر الرمال لعومة، وهو ما يصعب على أي دبة أخرى. عنق الجلاب المرتفعة لتستطيع قضم أوراق الأشجار. معدة الجمل ذات 4 أوجه
وجهازه الهضمي قوي بحيث يهضم اي غذاء وغير غذاء. حليب الجمل عجيب من الاعجيب، تستطيع انك تعيش عليه كاملا دون اي غذاء اخر في كل المنتجات الغذائيه وفيها مضادات حيويه ضد الامراض. وتحلب الناقه لمده سنه كامله، تولد تقعد سنه كامله تنزل لبن، وتتحلب مرتين في اليوم مش مره واحده، ويبلغ متوسط الانتاج اليومي لها من 5 إلى 10 كيلو جرام، بينما يبلغ متوسط الانتاج السنوي 230 إلى 260 كيلو جرام. وتختلف تركيب اللبن الناقة بحسب السلالة، ولكن كل انواع الجمل دهون لبن الناقة تحتوي على حموضة دهنية قليلة قوي، كما انها تحتوي على حموضة دهنية قصيرة التسلسل. ويرى الباحثون ان قيمة لبن الناقة تكمن في التركيز العالي للحموضة الطيارة التي يعتبر من اهم العوامل المغذية للانسان، وخصوصا الاشخاص المصابين بامراض القلب. الدهون بتاعت اللبن اللي ما بتأثرش على القلب. الابل هي الامن الغذائي، ففي عام 84 اصيبت افريقيا بالجفاف، هلكت كل القبائل الا القبائل اللي عندها جميل.